المسؤولين، هاد الفلوس هادو اللي كتضيعوهم، الطوبيه والخدامه وهذا الشيء، سبحان الله العظيم، عندكم الفلوس شريوا ارض حتى يدفن الميت بالكرامه ديالو. واش دابا هذه مقبره؟ بالله عليكم هذه مقبره؟ هذه مقبره، هذه جزيئه، هذه جزيئه ماشي مقبره، سبحان الله العظيم. الله المستعان، الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هاد الشيء راه في المقبره ديال صفرو، مقبره صفرو يا اخوان، تحركوا يا اخوان. حنا ماشي كندير هاد الفيديوهات هادو باش نثير الفتنه في المدينه، ولكن سبحان الله اللي الثمن باش غتبني هاد الشيء حفر به، سبحان الله. شوف يا اخوان، ومازال البني مازال لو تيسمو غادي تكبر. حي هذا، ماشي، شوف سبحان الله العظيم، شوف، ما كاينش شي مقبره في العالم بهط. حتى الكفار ومن غير المسلمين لا يدفنون بهذه الطريقه هذه، والله المستعان، الله المستعان. شوف حتى انا نوريكم قبر عادي، غير توصلوا القلب ديالك كيتحرك. شوف سبحان الله، هذه قبور عاديه، هذه على الطريقه الصحيحه، ودفن فيها اجدادنا واباؤنا واخواننا واحباب لنا. الحمد لله ما كانت لا رائحه، سبحان الله. انت كتجي ترحم على الميت كتقول غير فوقاش نخرج من المقبره، اللي الريحه كريهه. فبارطاجيو هذا الفيديو، هذا الله يجازيكم بالخير، راه للمنفعه العامه. انا الوالد ديالي تدفن هنايا وعندي حرقه، ما بغيتش الوالدين ديالكم يتدفنوا، قدر الله ما شاء فعل، انا ما كنتش هنايا. بارطاج، شوف حتى والله حتى الكلام ما عنديش. ها هو، شوف هذه مقبرة صفرو. بارطاجيو هذا الفيديو يا اخوان، اللي عنده شي صفحه واللي عنده الاصدقاء ديالو، بارطاجيو هذا الفيديو. راه الريحه ولات خانزه اعزكم الله. شوف، انا غادي نوريكم واحد القبر مسكين. البارح جيت نزور الاب ديالي، وهذا القبر هذا عاد هدفن هذا، والقبر اللي قبل منه داروا له السيمه باش ما تخرجش الريحه.